كيف تصبح رجل أعمال ناجح في 5 خطوات بسيطة وسهلة؟ في المرتبة الأولى، لكي تصبح رجل أعمال ناجح يجب أن تكون متميزا في عملك، وهذا بمعنى أن تكون على فهم بما تعمل به، فالجهل بما تعمل لن يكون في مصلحتك بل في مصلحة منافسيك. فتخيل أن تكون صاحب مشروع يقدم سلعة معينة ولكنك جاهل بالسوق ولا تعرف كيف تسوقها، فإنك ستفشل بكل تأكيد، وكثيرة هي حالات الفشل لعدم الكفاءة والتميز في العمل. في المرتبة الثانية، التمتع بقدرات عقلية وفكرية جيدة. لكي تكون رجل أعمال ناجح يجب أن تفهم وتستغل كافة العوامل والمشكلات التي تواجهك وتواجه منافسيك وتسخيرها لصالح مشروعك، ولن يحدث هذا بدون أن تكون شخص مفكر وصاحب قدرات عقلية وفكرية عالية تساعدك على فهم كافة مجريات الأمور وتوقع ما سيحدث بناء على فهم لما يجري. في المرتبة الثالثة، لكي تكون رجل أعمال ناجح يجب أن تتعامل مع البشر بطريقة صحيحة. لا يعرف الكثير من الناس كيفية التعامل مع العنصر البشري بذكاء، فنرى كثير من العلاقات تفشل، سواء كانت علاقات صداقة أو علاقات زوجية، وحتى العلاقات في مجال المال والأعمال. ولكي تكون رجل أعمال ناجح يجب عليك أن تعرف كيفية التعامل مع كل فرد في منظمتك، بداية من عامل النظافة وانتهاء بالإدارة العليا، بالإضافة إلى تحسين علاقاتك مع من هم خارج شركتك أو عملك، مثل التجار والموردين والمصدرين وغيرهم، حتى تنفتح لك أفاق أخرى من خلال تزويدك بأفضل السلع وأجودها وأفضلها سعرا بدلا من استغلالك. في المرتبة الرابعة، حبك للإنجاز يجعلك رجل أعمال ناجح. أن تقول أنا أريد أن أفعل كذا وكذا دون أن تنفذ، فهذا يعني أنك لن تتقدم خطوة واحدة للأمام، بل على العكس ستتطور الدنيا من حولك ويتطور منافسيك وتطرد من السوق. ولكن أن تكون مالكا للرغبة وتحدد أهدافك وتعمل على تنفيذها، فهذا ما سيجعلك شخصا ناجحا ومتطور ومنافس قوي في مجالك. في المرتبة الخامسة، كن مبتكر تكون رجل أعمال ناجح. لم تعد تجارتك السابق حيث يشتري التاجر البضائع بسعر الجملة ويبيعها بسعر التجزئة ويكسب، بل تطور الموضوع إلى أن وصل إلى مرحلة معقدة، وأصبحت هناك معايير كثيرة تحكم الأنشطة التجارية، ولعل أبرزها المنافسة والجودة والسعر، وهذا ما يمكن أن يتفوق عليك فيه الآخرين. ولكن يبقى لك أمل واحد فقط، وهو الابتكار أو خلق شيء مميز جديد لا يعرفه غيرك. كما يمكنك التطوير في سلعتك والانتشار ومعرفة كافة الأساليب التسويقية الحديثة التي تميزك عن غيرك.